بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبتدي النهاردة الجزء الثاني من البلوزة اللي احنا ابتديناها، بس احنا هنعمل فرق فيها عن البطرون والبلوزة الرئيسية اللي احنا شرحناها مع بعض على الكمبيوتر. احنا خدنا الجزء ده بس العلوي من البلوزة، والجزء الفلي اللي تحت ده انا هغيره. الجزء ده انا هعمل فيه شكل تاني. نفس الوقت انا هغير برضو ان انا بدل ما انا هعمل نص كم كده، انا هعمل البلوزة قط، وهعمل هنا سلسلة بسيطة كده ابتدي اوسع بيها الجزء السفلي بتاع البلوزة تحت واشتغله معه. يبقى انا عملت فرق عن البطرون الرئيسي في حاجتين. الحاجة الاولانية لو انا هعمل كم او نص كم، هعمل في احد المثلثات الزيادة بالطريقة دي، تمام؟ لكن انا عملتهم كلهم بالشكل ده، تمام؟ وادي الوحدة من دي انا بسميها سنبلة وراء الشجر. وزي ما احنا ابتدينا مع بعض، احنا قلنا ان انا بعمل اتساع الديكولتي على قد ما انا عايزة عندي، بعمل عدد سلاسل يساوي الاتساع اللي انا هعمله يكون بيقبل القسمة على 12، لان المسافة من هنا لهنا بتساوي 12 وحدة سلسلة، تمام؟ انا بالخيط اللي انا عملته الكلام ده اداني عدد 12 مثلث من الوحدات، يعني دول 14 مثلث. هخلي 7 ورا و7 قدام. المثلث بيديني المقابل بتاعه مثلث تاني، فدول 14 وحدة. انا هخلي 4 في الامام وتلاتة يجوا على الكتف، هي بيبقى مقسومة بالشكل ده. ده النص، دي واحدة مقسومة اتنين اهي على الكتف، ودي واحدة وخلفها واحدة زيها مقابلة ليها. وهبتدي هنا في المنطقة دي ابتدي اعمل حردة الابر. هنشوف ده مع بعض. حاجة تانية، انا لما هبتدي فرقت برضو عن الفيديو الاصلي اللي انا اقتبست منه، ان انا بدل ما هعمل هنا 3 اعمدة، انا عملت فيها 4. يعني انا عملت في دي 4 بدل 3، عشان انا هطلع من كل مرة 4 منها، تمام؟ اللي هو ده الجزء ده اهو، ده انا هعمل 4 اعمدة هنا، كل مرة افتح واعمل 4 فيها. هشوف ده واضح قوي في الشغل ان شاء الله. زي ما قلت لكم، انا بتكون عندي المثلثات دول 14 وحدة، هخلي 4 من الامام و4 زيهم من الخلف، والجزء من هنا الثلاثة دول ادي واحدة اتنين، والواحدة الثالثة هي مقسومة نص، ده للكم، تمام؟ او للقط. فانا عشان ابتدي هزود طبعا هنا سلسلة حردة الابط. هنبتدي ده مع بعض دلوقتي. الاول انا لازم ارتفع، اجي هنا في نص الاربع وحدات دول، فهعمل هنا سلسلة، وهدخل هنا واعمل عمود، كمان عمود تاني نصها بالظبط، وهبتدي اعمل سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 كمان 16 17 18 19 20. وحاجة هنا بقى قصادها اهو اهي، وهفتح هنا واعمل 4 اعمدة. دي 1 2، بعمل سلسلة في النص، وادي الاتنين التانيين اهو. يبقى ده الشكل بتاع الكم بتاعي. طبعا السلسلة دي انا هشتغل عليها نفس شغل الاعمدة دي، عشان بعد كده هيبقى شكلها كروشيه فيليه. انا هعمل فيه شكل تاني هوريه لكم معايا. هكمل كده لغاية ما اوصل عند الجزء ده الثاني من الكم، وابتدي اعمل السلسلة 20 وامسك هنا. هنشوف ده مع بعض.
دلوقتي انا لفيت الصف والعشرين سلسلة هنا، عملت عليهم كل واحدة عمود واسيب واحدة، عمود واسيب واحدة، وبين كل عمود والتاني في سلسلة. هنعمل ده دلوقتي مع بعض اهو. هعمل هنا سلسلة وهعمل هنا جوه السلسلة عمود، واحدة سلسلة واسيب واحدة هنا، واعمل هنا عمود، واحدة واحدة سلسلة، سيب قصادها واحدة تحت، واللي بعدها أعمل عمود. واحدة اهي وعمود، واحدة. وهنا بقى وصلت لدي، هبتدي اعمل هنا ايه 4 اعمدة، 2 سلسلة، 2. هنا بقى انا هعمل الشكل اللي احنا عملناه على الجزئية دي بعد ما خلصنا الجزء ده كروشيه فيليه. هو الموديل ده من الغرزة بتاعتنا، والصورة بتاعتها او البطرون بتاعها هو اللي على الكمبيوتر ده دلوقتي. احنا اخدنا مسافة من هنا لهنا الجزء ده، ده بيساوي حوالي 25 عمود زي البطرون كده بالظبط. هما اللي انا عملتهم هنا، تمام. انا مشيت طبعا كل الجزء ده في طول البلوزه لغايه ما وصلت للشكل اللي انا او الطول اللي انا عايزاه. ده الشكل بتاع الغرزه بتاعتي. انا حاليا في اخر صف في الصف ده اللي هو 5 عمود 5 عمود 5 عمود، تمام. هنشوف مع بعض احنا بنقفل ده ازاي. 3 4 5 عمود اهو، واحد 2 3 4 5، في النص هنا عمود، 1 2 3 4 5، وهنا عمود، 1 2 3 4 5، وهنا عمود، بعدين 1 2 3، وهنا انا بعمل النص التاني بتاع الحمصة دي، هي 2 2 سلسلة 2، فانا برتفع عمود سلسلة 3 واعمل عمود، يعني بعمل نصها ولف، ولما اجي في النهاية اختم واقفلها بعمل النص التاني بتاعها. ادي اول عمود، التاني، 1 2، وبقفل. انا هقفل هنا اهو كده اهو، وهعمل ابتدي اعمل ارتفاع جديد عشان اعمل الشكل النهائي الحافة بتاعت البلوزة. 3 سلسلة كأنهم عمود، والعمود التاني اهو. وبعد كده بقى هبتدي هنا 1 2 3 4، وهاجي هنا في النص واقفل ومنزلقة، تمام. 1 2 3 4، وهقفل في النص بمنزلقة، 1 2 3 4 5، وهقفل بمنزلقة، 1 2 3 4 5، في النص هقفل بمنزلقة، 1 2 3 4 5،
هروح هنا بقى واعمل 4، اعمل 1 2 1 2 واعمل 2 التانيين. هخلص كده لاخر الصف ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده احنا هنعمل الصف التاني من الحافة النهائية للبلوزة. انا طلعت هنا اهو العمودين، هعمل سلسلتين 1 2 واقفل في اول سلسلة، هطلع بقى ارتفاع جديد 1 2 3 عمود، بعد كده هعمل 1 سلسلة، هاجي هنا هبتدي اعمل عمود 2 3 4 5، وهاجي في الخمسة دول في النص هنا هقفل بمنزلق، وهبتدي تاني اخد لفة واعمل في الخمسة دول 7 أعمدة، دي أول 3، بعدين هعمل سلسلة 1 2 3 4 5، وهقفل في أول واحدة هنا بمنزلقة، وأرجع أكمل ال3 أعمدة الباقيين 1 2 3، وهقفل هنا في النص بمنزلق. بعد كده هاخد بقى هنا 1 2 3 4 5 6، هاخد هنا بقى 1 واطلع هنا بقى في النص اعمل عمودين تاني 1 2 3 4 5، وهقفل في أول سلسلة بمنزلقة، وبعدين أعمل عمودين تانيين، دي 1 2، وهعمل هنا 6 أعمدة 1 2 3 4 5 6، وهاجي هنا في النص وهقفل الاتنين بمنزلق، هكمل 1 2 3، وسلسلة 1 2 3 4 5، واقفل بمنزلقة، بعدين اكمل هنا 3، 1 2 3، هقفل هنا في النص بمنزلقة. ده شكل الحافة بتاعي لما يخلص، نشوفه مع بعض. دلوقتي احنا هنعمل الحافة بتاعت الكم، هوريكم احنا هنعملها ازاي. احنا عملنا واحدة، هنعمل التانية اهي، هاجي هنا في النص تحت الابط هعمل اهي، ادخل هنا واخد لفة 2 3 4، هعمل عمود وخلي معايا على الإبرة، العمود التاني 1 سلسلة، وهقيس هنا كده واخد لفة واقفلها مع بعض تاني اهي 1 2 3 4، تحتها هي بقى هدخل هنا اعمل عمود
العمود التاني، بعدين اخلص كل اتنين مع بعض، ثم اخلص بعمل واحدة واقيس كده هنا، هجيب لفة واقفل الاتنين مرة تانية اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة في الفراغ هنا اول عمود، العمود التاني اتنين مع بعض، اتنين مع بعض، واحدة اقفل هنا بواحدة واقفل مع بعض، واحد اتنين تلاتة اربعة، تحتها اهي ادي عمود، العمود التاني خلص اتنين واتنين، هقيس كده واقفل هنا تلاتة أربعة عمود عمود، خلص واختم بواحدة واقيس كده، نجيب واحدة من تحت واقفل كده، هكمل كده لغاية نخلص الحافة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل اخر حاجة في البلوزة ان انا هعمل عروة للحزام، باخد الفتلة مزدوجة متنية اهي على قد ما تعمل لي العروة، وبعدين هدخل في المكان اللي فيه اللي انا هعمل فيه العروة اهو، واسحب الحلقة بتاعت الخيط دي، ابتدي اعمل سلسلة. ده بعدين بقى حاجة هنا في المكان ده بالظبط اهو، هدخل الابرة واسحب الخيط واطلعه من السلسلة بتاعتي، كمان مرة هسحب الخيط، بعد كده اعمل له تنظيف من الخلف. بس كده بعدين هركب الحزام بتاعي اهو، البلوزة بتاعتي خلصت. هسيب لكم لينك الحزام على صندوق الوصف. شكرا.